عدد الخطوط حوالين العين، الخطوط اللي حوالين العين ديت لو هي خطوط كتير بتدي احساس الغضب كده ومشاعر الاتنشن كده. نعم، خط الحواجب ورسم العيون هل هي ناعمه قوي فبتدي احساس الكيوت والحاجه البسيطه، ولا هي خطوط خشنه وغليظه كده فبتدي احساس الغضب؟ اللمعه بتاعه العين، لمعه العين باختصار هي النقطه البيضاء اللي موجوده في نين العين الاسود ده، لو كترنا منها يبقى العين حزينه او مبسوطه يعني على حسب، لكن لو احنا ما حطيناهاش خالص وقللنا منها بتدي احساس اللي هو ايه الجد كده، الغضب اللي هو ما بهزرش. فعشان نرسم شخصيتنا الكرتونيه لازم نحترف اهم 6 عوامل بيتحكموا في رسم وشكل العيون. هسيب لك رابط الفيديو كامل على اليوتيوب اسفل الفيديو.